مشاهير الرياضه والفن والسياسه في الحزب الديمقراطي عبروا عن دعمهم لترشيح هيلاري كلينتون لرئاسه الولايات المتحده، وكان على راس هؤلاء الداعمين السيده الاولى ميشيل اوباما ومنافسها السابق في الانتخابات التمهيديه بيرني ساندرز، الذي اعلن امام مؤتمر الحزب الديمقراطي الامريكي تاييده لكلينتون في مواجهه رجل الاعمال والمرشح الجمهوري للرئاسه دونالد ترامب. دكتور غاده، يعني هل وجود هيلاري كلينتون في منافسه مع دونالد ترامب يزيد من عدد مؤيديها؟ هو من عدد مؤيديها فين؟ ما هو الحزب الديمقراطي برضو، يعني انت عندك امريكا مقسومه حزبين، جمهوري وديمقراطي، والناس اللي هم المواطنين الامريكان نفس الحكايه. يعني هي لو بيزيد عدد مؤيديها، ما هو بيزيد من الحزب الديمقراطي، لكن هي الفكره واللي احنا كتير قوي من المثقفين الامريكان حتى متوقفين قدامها، ان واحد زي ترامب بخلفيته الضحله ثقافيا وكل حاجه يعني، ويصل الى هذه المرحله من الانتخابات، هي دي اللي مقلقة لدرجة أن أنا شفت على الفيسبوك مفكر أمريكي قال أنتوا علشان تحللوا إزاي واحد زي ترامب وصل إلى هذه المرحلة من الانتخابات ممكن يبقى في يوم من الأيام رئيس أمريكا، لازم ترجعوا تشوفوا التعليم بتاعكم كان عامل إزاي، لأن كل الأجيال دي اللي انتخبت ترامب في حاجة غلط عندها. يعني هم كمان بيعانوا من أن ممكن يكون في التعليم عندهم في قصور ما. كفة مين اللي هترجح في الآخر؟ هي كفة الديمقراطي ولا الجمهوري؟ الناس عايزة المنهج الديمقراطي ولا المنهج الجمهوري؟ بغض النظر عن مين بيمثل الحزب ده ومين بيمثل الحزب ده.